عندنا اليوم في رحاب جامعة شقراء، استقبال وشرف لقاء الزملاء عمداء كليات العلوم الطبية التطبيقية في الجامعات السعودية في المملكة، وهو الاجتماع 18 لهذه اللجنة. والحمد لله خرجت اللجنة باجتماع اليوم بتوصيات لها بإذن الله انعكاس إيجابي على جميع التخصصات الطبية التابعة لكليات العلوم الطبية التطبيقية، منها على سبيل المثال ما تم تداوله بشأن التعاون وأوجه التعاون مع هيئة التخصصات السعودية الصحية، وأيضا ما يخص اللجان الاستشارية للبرامج الطبية في البرامج التابعة لتلك الكليات. وبإذن الله هذه التوصيات ترى النور قريبا ويتم إن شاء الله الاستفادة منها على وجه أمثل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.